الرحيم بنيتيها والعمود ريبتيها عبد الرحيم بنيتيها والعمود ريبتيها وحينما نتولوا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النضال في هذا الملف فليس هو من الواجهة الضيقة للقضية الاجتماعية ولكن نعتبر بأن قضية سمير قضية وطنية تتقاطع فيها الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية فلذلك فرفاقكم وإخوانكم في شركة سمير وبمساندتكم مستمرون في النضال من أجل هذا الملف بل لا بد من تنكير في الأول بأنه منذ توقف هذه الشركة فإن المغرب يحصي خسائر وخسائر هامة ومهولة جدا على كل المستويات والأصعدة. نعطي الرقم الأول مباشرة بعد توقف شركة سمير تم القضاء على ما يزيد 3500 منصب شغل من شركات المقاولة والتشغيل المؤقت وأن الزلزال على المستوى الاجتماعي مرشح للارتفاع فيما يتعلق بالأجراء الرسميين وفيما يتعلق بأجراء الشركات المدينة التي يفوق عددها 480 مقاولة بمعنى عدم استرداد الديون أو جزء من الديون المترتبة لهذه المقاولة على شركة سمير سيؤدي إلى مشاكل مالية في الشركات الأخرى وسيؤدي إلى إغلاقها وتشريد العديد من عمالها وتقديرنا في هذا السياق في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يقدر حجم مناصب الشغل المرتقبة بفقدانها في حال عدم تفويت الشركة واستئنافها للنشاط إلى ما يفوق 20,000 منصب شغل كمغاربة. يا وزير شوف شوف ويا وزير شوف شوف وبالنسبة للمديونية المتراكمة على الشركة فيجب أن يعلم الجميع أن الرقم يفوق 40 مليار ديال الدرهم فيها واسمعوا هذه اللي نقول لكم مزيان فيها 25 مليار ديال الدرهم مال عمومي فيها 16 مليار ديال إدارة الجمارك وفيها 9